بجوار مسجد يبنى مع بيوته، ولدينا مبلغ من المال نرغب أن نتبرع به لهذا المشروع، فهل أجر الإنفاق على بيوت المسجد كأجر الإنفاق على بناء المسجد نفسه؟ لا سيما ونحن نعلم أن وجود البيوت للمسجد مما يجلب له الإمام والمؤذن الأكثر، بعكس المسجد الذي لا بيوت له، فإنه غالبا لا يستقر له إمام ولا مؤذن. وفقكم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لا شك أن بناء المساجد فيه أجر عظيم وثواب جزيل، كما قال الله سبحانه وتعالى: في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ومعنى أذن أي شرع الله أن ترفع، أي تصان وتعظم وتبنى بما يليق بها، مما يحصل به إيواء المصلين وراحتهم ووقايتهم من الحر ومن البرد حتى يطمئنوا في صلاتهم. قد جاء في الحديث أن من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا ثواب عظيم وأجر كبير. وأي فضل أعظم من فضل بناء بيوت الله عز وجل؟ ويدخل في بناء المساجد مرافقها التي تحتاج إليها، ومن أعظم مرافقها وأشد ما تحتاج إليه البيوت للمؤذن وللإمام، من أجل أن يقربوا منها ويسكنوا حولها ويقوموا بعملهم خير قيام. فبناء البيوت للإمام والمؤذن يدخل في بناء المسجد في الفضيلة وفي الثواب، لأنها إعانة على الخير. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. وفي بناء بيوت للمسجد إعانة للإمام والمؤذن على القيام بعمليهما والمواظبة على ذلك، وفي هذا فضل عظيم لا يقل ثوابا عن عمارة المسجد نفسه، بل إن ذلك داخل في عمارة المسجد، لأن بيوت المسجد من حاجاته الضرورية، خصوصا في هذا الزمان الذي صعبت فيه مؤونة السكن والحصول على المساكن المناسبة. فإذا وفر للإمام وللمؤذن سكن قريب من المسجد، فإن ذلك مما يضمن توفر الإمام الصالح والمؤذن الصالح. أما إذا لم يكن في المسجد بيوت سكن، فإن هذا مما يسبب عدم توفر غير الكفاءة من الإمام والمؤذن والخدم الذين يقومون بأعمال المسجد، وبالتالي يحصل خلل في الحضور، ويحصل على جماعة المسجد مشقة من تغيب الإمام وتغيب المؤذن بسبب عدم وجود السكن المناسب لهما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كان بالشيخ صالح يقول: لا يتردد المتبرعون بالتبرع ببناء بيوت للأئمة والمؤذنين، فالأجر واحد كأجر بناء المساجد؟ لا شك في ذلك. جزاكم الله خيرا، حفظكم الله.